اهلا بحضرتك. دايما طلاب جامعه المنصوره مبدعين ودايما بيبهرونا. طلاب كليه الفنون الجميله في جامعه المنصوره نفذوا مشروعات تخرج بتصاميم مميزه جدا وفيها لمسات فنيه مبدعه. الحقيقه انه دايما مشروعات التخرج بيكون فيها افكار مختلفه، فيها رغبه من الطلاب ان هم يبدعوا في تنفيذ اعمال بتحمل قيمه فنيه كبيره. أكثر من 150 عمل فني نفذوا طلبة كلية فنون جميلة جامعة المنصورة بأقسامها المختلفة، وتم تقييمهم من لجنة مكونة من 40 عضو من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية. المشروع بتاعي اسمه أحبال زائبة، كنت عاوزة أتكلم فيه عن الذكريات اللي ممكن كلنا نكون مرينا بيها طول حياتنا من وإحنا صغيرين. الذكريات دي اللي هي إحنا أصلا مش فاكرين منها حاجة، ممكن أهالينا بس يكونوا بدأوا إن هم يعرفونا عليها أو يحكوها لنا، وإحنا كنا حاسين ان احنا مبسوطين واحنا بنسمع الذكريات دي بس احنا ما عشناهاش. ففكره ان انا كنت حابه ان انا ابين الجزء بتاع ان انا بطرح ذكرياتي السعيده اللي فيها حنين للحاجه اللي انا اصلا مش فاكراها. كنت عايزه اعبر برضو عن فكره وجود اهلي والناس الموجوده والناس اللي ماتت وما بقوش موجودين. فكره تنفيذ المشروع، احنا عندنا من بدايه الترم الثاني بيبقى قدامنا 3 شهور بنبدا بنراجع سكتشات المشروع التخرج، ومع الدكتور مسكنا في مشروع التخرج دكتور مهره صقر، بتبدا معانا تاكد على خلاص السكتشات دي اللي هتتنفذ. نبدا بقى ان احنا بنشتري الخامات ونشد التواليت ونبدا شغل. يعتبر تقريبا بدات الشغل من قبل رمضان باسبوع، فممكن نقول شهرين كتنفيذ. هو المشروع اسمه طاقه نور، عباره عن 9 لوحات، 7 طبعات فنيه من حفر غائر زنك من معدن الزنك، ولوحتين رسم رصاص. فكره المشروع بتتكلم عن، هي يعني تعتبر رحله بحث عن النور، او يعني النور ده كنايه عن اي حاجه الانسان، كل انسان على حسب رحلته الخاصه بيه في حياته بيدور على ايه، بيدور على نفسه، بيدور على الامل في حياته في وسط الضلمه بتاعه الحياه او الضغوطات او كده في الحياه سواء داخليه او خارجيه. بيتكلم عن يعني العلاقة ما بين الأبيض والأسود، ده اللي بحاول أوضحه في اللوحات، العلاقة ما بين الأبيض والأسود وإن يعني النور في وسط الضلمة، والفجر الطائر ده اللي بحاول يعبر عن يعني المشاعر بتاعة الإنسان في الرحلة ديت. وفكرة المشروع بتاعي عامة عن التعافي من أي، مش من الأمراض الجسدية بس، لا التعافي من أي شيء مثلا بيعافر فيه الإنسان بقاله فترة، مثلا ممكن إدمان، ممكن التعافي مثلا من الإنسان يبقى مثلا عصبي جدا، فهي دي حاجة عادة مش مرغوب فيها، فاللي هو يتعافى منها ده بتاخد وقت بس. فأنا بحثت في موضوع التعافي ده كتير وحاولت إن أنا أصور مراحل التعافي كلها بحيث إن أنا أوصل لأعلى قمة التعافي اللي هي البنت اللي في القمة اللي فوق في القمر. المشروع بيتكلم عن التمرد بصفة عامة، حبيت أجسد التمرد على هيئة إنسان، سواء بقى كان بقى تمرد بقى فكري أو أيا كان، على حسب سبتها يعني مفتوحة علشان خاطر المشاهد يشوف هو شايفها إزاي يعني، وهو بيعاني بقى وعايز يخرج لأفكار سلبية وتطرفية، والمجتمع في الخلفية الـ4 فيجرز اللي في الخلفية بيشدوه علشان خاطر يرجعه ليهم ويشوفوا يعني هو في الطريق الصحيح، يعني يرجعه للطريق الصحيح. فكرة المشروع بتاعي باختصار يعني ان الحاجة اللي بتتحط في مكان مش في مكانها، او الحاجة اللي بتروح للي مش اهلها يعني، او مش اللي هو جدير بيها يعني. فحاولت اوضحها في مشروعي باللي انا بالحمار، ومقصود منه اللي هم الناس المحدودة القدرات اتحطوا في مكان مش في مكانهم يعني. فبتكون النتيجة بقى اللي احنا بنعاني، اللي احنا اصلا طلعنا الناس في مكانه. واضح اصلا من التمثال ان الشخص ده بيحاول ينزل الحمار، وهو طبعا عجبه القعدة فوق. عبارة عن مهرجان، فكرة الرئيسية في مهرجان القمر ده مهرجان ياباني معروف في اليابان، فانا حبيت ان انا اعمل حاجة مختلفة وجديدة زي موضوع الحاجات اليابانية دي مش منتشرة قوي،
فحبيت ان انا اعمل حاجة يابانية، وهو تنفيذه بموزايك زجاج، موزايك خزفي، موزايك على خشب. هو التنفيذ بتاعه صعب شوية بس النتيجة بتاعته بتبقى حلوة قوي في الاخر. انا مشروع تخرجي بعنوان تبعات بتكلم فيه عن الصراع النفسي، بس حاولت ان انا اصيغها برؤية تشكيلية جديدة. هو الفكرة مكررة جدا، يعني ما فيش سنة مثلا من سنين التخرج الا لو حد بيعمل عن الصراع النفسي، لكن انا حاولت اتناولها يعني بشكل مختلف شوية، من حيث كتصميم، كاستخدام عناصر توزيعات الابيض والاسود في اللوحات. اللوحات عندي بتعتمد كلها على المساحات البيضاء والقطعات مع المساحات السوداء، وبستخدم الفجرات وشوية عناصر تانية مكملة، يعني بحاولت ان انا باين بيها الفكرة بتاعتي. في إبداع في تجسيد للواقع بالفن، قدر طلبة كلية فنون جميلة جامعة المنصورة بمشاريع تخرجهم إنهم يناقشوا قضايا المجتمع بأعمال فنية بتتميز بالإبداع والابتكار. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. يعني الله على إبداع يعني طلاب فنون جميلة في جامعة المنصورة. كل اللوحات اللي هم عاملينها في الحقيقة غاية في الروعة والجمال.